السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد مع بعض حرف اسمه حرف السين. اسمه حرف السين، صوته س، صوته س، شكله زي ما احنا شايفين يا أصحابي، ده شكل حرف السين. طيب حرف السين زي أي حرف بيبقى ليه شكلين، شكله هو إيده جنبه وشكله هو فارد ايده. ده شكله يا اصحابي وهو ايده جنبه، بنكتبه ازاي يا حلوين؟ هنقول طبق صغير، طبق صغير، طبق كبير. تاني، ده اسمه حرف السين. حرف السين ليه شكلين، شكله هو ايده جنبه وشكله هو فارد ايده. يعني ايه فارد ايده؟ يعني ايه ايده جنبه؟ يعني متصل ومنفصل. تاني حرف السين هنقول مع بعض، هنكتبه ازاي يا حلوين؟ طبق صغير، طبق صغير، طبق كبير. طيب الطبق الصغير والطبق الصغير ما بينزلوش تحت السطر، الطبق الكبير هو اللي بينزل تحت السطر. تعالوا نشوف شكل حرف السين وهو فارد ايده، هنكتبه ازاي؟ طبق صغير، طبق صغير، فارد ايده. تاني طبق صغير، طبق صغير، فارد ايده. وبكده نكون تعرفنا على شكل حرف السين وهو منفصل وهو متصل. تعالوا نشوف مع بعض اصدقاء حرف السين. سين سيارة، سين سيارة، سين سمكة، سين سمكة، سين ستارة، سين ستارة، سين سلم، سين سلم، سين ساعة، سين ساعة. تعالوا نتعرف على الحركات القصيرة مع حرف السين. الحركات القصيرة بتغير صوت الحرف. تعالوا نشوف أول صاحب عندنا الفتحة. سين فتحة س، سين فتحة س. تاني صاحب الكسرة، سين كسرة سي، سين كسرة سي، سين ضمة سو، سين ضمة سو، سين سكون س، سين سكون س. تعالوا نشوف الحركات القصيرة بكلمات بتبدأ بحرف السين بالحركات. سين فتحة سمكة، سين فتحة س سمكة، سين فتحة س سمكة، سين كسرة سي ستارة، سين كسرة سي ستارة، سين ضمة سو سلم، سين ضمة سو سلم. تعالوا نرجع مع بعض الكلمات بالحركات القصيرة. بقول س س س سيارة، س س سيارة عليها فتحة، س سمكة، س سمكة، سي ستارة، سي ستارة، سو سلم، سو سلم، س ساعة، س ساعة. وبكده نكون خلصنا مع بعض حرف السين. إن شاء الله أشوفكم في حرف جديد. إلى اللقاء.